بتشوف واحد الموضوع اللي هو موضوع حساس، اللي هو نبش وتدنيس مقابر المسلمين خصوصا بأضريحة. يعني هذه العملية اللي قامت مؤخرا بجماعة الساحل ماتشار بن كيسان، يعني هذه العملية هذه اللي قامت بها أحد المافيات ديال الكنوز اللي ما راعتش الحرمة ديال هذا، يعني هذا المقام ديال، يعني بلا ما نظروا أنهم كضريح ولا، يعني عامة أنه قبر من يعني قبر من قبور المسلمين اللي جاو ليلة الخميس، يعني استغلوا ديك الوضعية ديال الشتاء والرعاد والريح والناس كلها في مع الحجر الصحي كل شيء في الدار ديالهم. جاو هاد الناس هادو، هاد المافيا هادو جاو بالليل، يعني حسب الآراء اللي درنا استجوابات باقية إن شاء الله نحط لكم في الموقع ديالنا مع الإخوان تمايا والناس اللي حاضرين، أن هاد الناس هادو جاو بالليل زويه ديك قول 12 الوحدة جوج الليل هيدا، يعني استغلوا الظرفيه الناس كلها في الديور ديالها وجاو ودخلوا. وهذه ماشي المره الاولى، هذه راه تقريبا المره الثانيه ولا الثالثه حسب التصريحات ديال الشرفاء الغيلانيين اللي لقيناهم تما بن كيسان، يعني في قصر الغيلانيين، يعني اللي مشينا تما عندهم ودرنا اليوم واحد يعني واحد اللايف تما، يعني ان شاء الله نحطهم لكم في الموقع ديال لاراش اونفو اللي استنكروا الاخوان ديال الغيلانيين الشرفاء واستنكروا حتى الناس اللي كانوا حاضرين. يعني كيف يعقل ان تقوم هذه العصابات وما ترائيش الحرمه ديال المقابر المسلمين، وخصوصا يعني خصوصا انهم كيستغلوا هذه الظرفيه الاخيره، انهم بداوا حسب تصريحات واحد يعني واحد الشيخ، يعني احد الاباء تما ديال الغيلانيين، يعني تا هو باقي رجل كبير، يعني كبير، قال لك انا من بدايه كورونا جاوا العام الاخر في هذا الوقت بحال هذا وجاو ونبشوا واحد القبر ديال السيد المختار غيلان، يعني مشينا تما وغنحط لكم توا الفيديو ديالو ان شاء الله، اللي يعني كما نقولوا حنا بالنهار وكنخافوا ندوزوا من المقبره، بالنهار وكنخافوا اولا بالليل كيقول لك ان ما تقدرش تدوز من المقبره. هاد الناس هادو كيفاش طوعت نفسهم وجاو في واحد اللحظه وبالليل وحفروا، يعني راه نحط لكم الفيديو ان شاء الله، راه تعرفتي ولا يعني داك الشيء يعني مخزي، أن قاموا بالحفر ديال هذا الضريح هذا، يعني بهذا المقام هذا، يعني بهذا القبر حفروا هذا القبر هذا حتى وصلوا اللوح اللي مديور لهذا الجثة هذه اللي مدفونة تما، يعني هذا الجثة هذه ديال الوالد الصالح اللي هو سيد الصديق غيلان، أحد يعني الشرفاء الغيلانيين اللي كانت عند الزاوية تما الغيلانيين كاينة بن كيسان اللي كيدرسوا فيها العلم، راه دخلنا ودرنا فيديوهات تما ان شاء الله نحط لكم في الموقع ديالنا لارش اونفو، اللي كانت يعني هذه الزاويه هذه معروفه في شمال المغرب، ان الغيلانيين معروفين بالزوايا ديالهم، كانوا كيدرسوا العلم، ما كانوش الناس نقولوا السقراطيين، الناس اللي كتكنز الاموال، كانت الناس اللي كتكنز العلم وكتكنز يعني الثقافه العلميه، وكانوا تخرجوا عده يعني عده علماء وفقهاء الايادي الغيلانيين. ما ننساوش بان ابار ان هذا الزاويه هذه اللي كاينه ديال الغيلانيين اللي كاينه في بن كيسان، كاينه مقام اخر اللي هو تا هو ديال الغيلانيين كاينه في تشارواح، وكاينه واحد اخر اللي هو في ماتشار الريحيين حنانشا، وكاينه السيد عمر غيلان اللي كاينه في الزراق، وكاينه في الدار قرمود، وكاينه في الخطوط، وكاينه في منطقه القصر ما اظن، وسيد العربي اللي كاينه في اصيله، وكاينه بزاف ديال يعني هاد الشرفاء الغيلانيين انهم كانوا كيتفرعوا وكيمشيو بعد، يعني كل واحد في كيمشي من بلاصه وكيدير واحد يعني كما مدرسه عتيقه، يعني المنزل ديالو كيفتح فيه واحد الباهو كبير انه كيبقى يدرس العلم للاطفال والشباب، وكيوصل الرساله اللي خلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هي رساله العلم، انها خاصها توصل للشباب ويتخرجوا يعني حافظه القران الكريم وحافظه الحديث وحافظه الدروس يعني اللغه العربيه. يعني كيف يعقل ان هاد المافيات هادو كيجيو كيحفروا بحال لان هاد الناس هادو كانوا، يعني كما نقولوا هنا ماشي مقابر مسلمين، واش هادي مقابر فراعنه؟ ان الفراعنه هما اللي كانوا كيطمروا معاهم الذهب والفلوس والياقوت، يعني هاد الناس هادو كما الشرفاء الغيلانيين ماتوا، يعني عاشوا فقراء زهاد وماتوا فقراء، يعني العهد ديالهم هما راه كانوا يعني وعاد حسب بعد ما درنا تصريحات بعض الاخوان تما اللي كانوا الشرفاء انهم عندهم ظاهر شريف من يعني ملكي، انهم عندهم تاريخ هنا في المغرب، خصوصا بلا ما ننساو ان الخضر غيلان المجاهد الكبير الخضر غيلان اللي قاوم الاستعمار
يعني ما كنهضروش على الاستعمار الاسباني ولا الفرنسي، قام الاستعمار البرتغالي. ان في واحد العهد هو راه كان يعني قديم على ما اظن 800 وشي حاجه، ما عرفتش بالضبط الوقت، ولكن في 800 وشي حاجه حنا الضريح اللي مشينا له اليوم هذيك الزاويه هذيك اللي مبنيه يعني على الضريح، لقيناه بانه تبنى يعني ديك البلاصه اللي كانوا كيقراو فيها العلم وداك الشيء مبنيه في 1300 وشي 16. المدرسه اللي كانت مبنيه حتى هي في كيباته الطلبه وكذا مبنيه في 1800 وشي حاجه. شوف شحال ديال الوقت. هاد المعالم التاريخيه اللي طالها النسيان ما تقام الترميم ديالها، ما يعني لا حول ولا قوه الا بالله، لا من طرف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، لا من طرف وزاره السياحه، لا وزاره الثقافه، يعني هذوك اثارات خصنا نحافظوا عليهم. وبعد اننا دخلنا لداخل وسط يعني البيت هذا القصر هذا الغيلاني، لقينا بعض البرديات وبعض المطبوعات اللي يعني يقدروا يغنيوا لنا المكتبه العامه ديال العرائش، لان حاتبان لي شنو تما كاين دروس وكاينه بعض البرديات قدامين، يعني هذيك الشيء علاش انه يبقى تما، علاش ما يتمش الاحتواء ديالو ويضم في المكتبه العامه ديال مدينه العرائش ويستافدوا منها الطلبه ويستافدوا يعني الدكاتره اي واحد بغى يدير شي دكتوره ولا شي بحث يجي يقلب، لان تاريخ هذا تاريخ ديال مدينه العرائش اللي لا يعقل لا يعقل. وكنزيدوا مره اخرى كنستنكروا كاخوان المتتبعين معنا، كنتمنى لكم تبارطاجوا هذا اللايف هذا، لان حاسب الاستنكار اللي كان تما باش من الاخوان كيستنكروا، لان كان حنا كالا سبور يعني كالعرائش انفو او لك الاخوه اللي لقيناهم تما الشرفاء استنكروا ان الحادثه وقعت ليله الخميس ولا احد يسال كوزاره الداخليه كدرك الملكي حتى واحد ما سال حتى اليوم. هذا الصباح هذا عاد هذا الصباح هذا عاد جات الدرك الملكي جاو لاي مكان وطلبوا من الاب الكبير ديال هاد الشرفاء الغيلانيين اللي باقي على قيد الحياه، قال له انك تلتحق بنا للمركز الدرك الملكي باش تعطينا الاقوال. حنا بعد ما قمنا بالمعاينه يعني لارش انفو دخلنا لتما ودرنا التصوير ديالنا وعده صحف وطنيه حضرات ومن ضمنهم شوف تي في تاهي حضرات مشكوره مادام البلاده، يعني لقينا اثارات باقي تما يعني باقي كلينيكس يعني كما كنقولوا مسيب تما باقي بعد الباص يعني كما نقولوا شي اثارات ديال الجريمه ديالهم، والباب كانت مغلوقه وطرطقات وبزاف ديال يعني داكشي يعني كمسلمين حنا كنستنكروا هذا العمل هذا وكنتمنوا من السلطات المحليه والاقليميه والسلطات الجهه ولما لا الشرطه الوطنيه تدخل حتى هي، لان هذه القضيه هذه ديال هاد المافيا ديال الاطفال الزهريين ومافيا ديال الاضرحه والقبور اللي كانت تنبش هاد الاضرحه يعني دارت مصيبه في هاد المغرب، وخصوصا انها في هاد الاوائم المواسم الاخيره ولات كتعتمد مناطق العرائش. مؤخرا طلعت الزاويه واحد الزاويه في تازروت حتى هي عاود تمايا عاود نبشات فيها تما عاود في المقابر ديالهم كاملين تما ديال، ومشات لواحد المسجد في الخطوط على ما اظن مسجد يعني ما فيه حتى شي حاجه، يعني هنا كما كيقولوا بعض الاخوان ولا كاينه ضارح ومشات مسجد بيت الله يقرا فيه القران ويحفظ فيه وتؤدس فيه الصلاه، وقاموا بالحفر في المسجد فيه مشاو البلاصه هذيك المنبر ديال الفقيه في كيصلي الصلاه الخمس الامام صباح المنبر مفركت كامل مهرس ومدقدق ومحفور حفره قاده شنيا فيه تما كان كيقلب وقال لك على الكنز ومحفور تما وعده يعني المساجد هنا في منطقه ديال اقليم العرائش. ان هذا العمل هذا خصو يتدخل السيد وكيل الملك اقليم العرائش والسلطات المحليه باش ان ما يمرش مرور كرام. حنا الاتصال اللي اتصلوا بنا الاخوان ديال الشرفاء الغيلانيين اللي مشكورين بهذا المنبر هذا يعني من ضمنهم السي عبد الهادي غيلان، السي الحاج الاولي الخليل غيلان، محمد انور غيلان من الديار الاسبانيه، السي رشيد غيلان من الديار البريطانيه، والاخوان اللي هنا كيعيشوا داخل المغرب حتى هما مشكورين كاملين كيستنكروا ان هذا العمل هذا يعني خصو ما يمرش مرور الكرام، ان خصها السلطات يعني تتدخل. وحاسبه بعد تصريحات الاخوان اللي كانوا تمايا كاين واحد الشخص كان جالس تما في هذاك المكان اللي كاين حتى هو مشبوه، قال لك اسيدي بانه تلاقى شي واحد فيهم ما تلاقاش شي نوع ديال الاوصاف كيعطي ما فهمنا منه والو. كنتمناو الشرطه يعني الدرك الملكي والدرك العلمي انه يلتحق بالمكان ويدير البحوث ديالو وما يمرش مرور الكرام، لان لا زال هذا الشيء ساكت وداز مرور الكرام راه غدا نسمعوا هذا يعني هذا الضريح ديال مدينه العرائش حتى هو منبوش.
قدر لقاو شي بعض القبور تاعهم مبوشين. يعني بزاف 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 هادشي عيب وعار اننا في قرن 21 ولا زالت المعتقدات ان كنوز مدفونه وان ما عرفش ني وان ما عرفش ني. هذه هي المشكله، هذه هي المصيبه. كتلقى ان بزاف ديال الاخوان كي يعني هاد المافيا هادو يعني كتر هذه اصلا ثروه. اول حاجه الا كانت تما كما نقولوا ان كانت حقا حقا كاينه شي كنز، راه هذاك ثروه قوميه، ثروه يعني ديال المغرب هذيك، يعني اولى بها الخزينه العامه المغربيه. ولا كانت يعني شي اثرات تما تما تحطوا في المتحف، نقدروا يكونوا كاين اثرات يعني كما يعني الا كانت شي حاجه كاينه تقدر تكون اثارات تحط في المتحف وما تمشيش تتباع ولا برا وتمشي لاوروبا ولا تمشي شي بلاصه. وكنتمناو كنتمناكم انكم بارطاجيو معنا وتمنيناكم. جينا في هذه الليله هذا ودرنا معكم هذا البث المباشر من امام يعني مقبره للمنه المصباحيه، واعتمدنا باش اننا نكونوا في هذا المكان هذا ونوصلوا هذه الرساله هذه يعني للسلطات المحليه باقليم العرائش وعلى راسها السيد العامل باش ما يمرش مرور كرام هذا يعني هذا العمل الشنيع اللي قاموا به هاد العصابات وهاد المافيات اللي ما كيراعي ولا حرمة المقابر، ما كيعرف ولا دين لا اسلام لا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، انه المقبرة حرمة والميت حرمة والقبر تا هو حرمة، وكيقوموا بهاد العمل هذا اللي كيخالف عليه القانون المشرع المغربي. لان المشرع المغربي يعني تا هو كيعاقب اي واحد جا لواحد القبر والنبش ديالو بدون تصريح يعني قانوني. تجي نتوما وتحفروا بالليل وتحفروا واحد القبر اللي عنده ما يعني ما كيفوت واحد 200 سنة.